صباح الخير على كل مشاهدي قناة السومرية وين ما تكونون. اليوم الثاني من مورنينج لايفز. بصراحة اليوم احنا موجودين حتى نبحث ونتحرى على الأمور، على المواضيع، ولازم نوصل للحلول الأكثر واقعية. فان جوخ يقول: كلما تقدم بنا العمر تصبح الأمور أكثر صعوبة. القوة الحقيقية تكمن أو تنمو للقلب أثناء محاربة المصاعب. شنو رأيك؟ صباح الخير. صباح النور يا أنغام. طبعاً عاشت إيدك على هاي المقولة الصباحية، اللي طبعاً الحياة يا أنغام إذا ما بها تجارب وصدمات وإخفاقات بالحياة وشعور بالفشل ما تسمى حياة، وما راح توصل أيضاً إلى النجاح اللي أنت تريد توصل له. طبعاً بالتالي كنا إحنا لازم نتعلم من تجاربنا ونتعلم من المصاعب اللي مر بها بالحياة حتى نكون أكثر قوة. طبعاً أنا ما صبحت على المشاهدين يا أنغام، نقول لهم يسعد صباحكم مشاهدينا. إن شاء الله نهار جديد يحمل معه أخبار الحلوة والراحة والهدوء جميعاً. طبعاً رمضان كريم عليكم مرة ثانية، ومثل ما ذكرت أنغام إحنا اليوم ثاني يوم من مورنينج لايف. أنغام شنو اليوم البارحة شلون كان أجواء شهر رمضان عندكم؟ بما أنه أول يوم صراحة يعني صراحة كان شوية صعب. صعوبة لأن الجسم بعده ما متعود يعني على الصيام، انقطاع الأكل، انقطاع المي، القهوة اللي إحنا بصراحة أنا من مدمني القهوة صراحة، يعني ما أقدر إنه أنا أقعد الصبح إذا نشرب قهوة. أبدي صباحي بقهوة، أنا عندي قصة حب أنا بقهوة. زين قهوة إيش تحبيها؟ حلوة ولا سادة؟ أنا قهوة تركية سادة، وأكيد أهم شيء تكون هيل هواية. ولو هي ما أعرف. هي قهوة تركية بدون هيل تاهت علينا. طبعاً الصباح بدون قهوة أنا أحسها ما لها طعم. مو بدون ريوق، بدون قهوة ما لها طعم. أي والله صح، بس الأسبوع الجاي أنا متأكدة إنه إحنا راح نتعود ونروح للوجع راس. ويا هذا الأجواء. طبعاً خلينا ندخل إحنا بمواضيعنا وبأحداثنا لهذا اليوم. طبعاً عندنا اليوم إحنا أول حدث من مورنينج لايف. حدث اجتماعي تربية أقليم كردستان تقرر تقليص الدوام 5 دقائق من كل درس بمناسبة شهر رمضان المبارك. حلو، كلش حلو. كل درس أنا يمكن سامع أعتقد بأنه كل درس 40 دقيقة، يمكن صار 35 دقيقة، حتى يقللون عليهم أوقات أو ساعات الدوام. بس هاي بالنسبة بس للمدارس، إحنا نقول له بعد الباقي دوائر الدولة صح، بس للموظفين. اي والله، بس الاطفال هسه من تشوف مثلا امهم وابوهم او اختهم الكبيره يحبون يقلدوهم بالصيام، يصومون عندهم، فيمكن هسه مراعاه. صحيح، مراعاه للاطفال. صحيح. اكثر، فيعني احنا بصراحه نشكر تربية أقليم كردستان. بل كتحنا اليوم هم اليوم صار عندنا بغداد بجميع محافظات العراق. ان شاء الله ونقول لكم رمضان كريم اجمعين. سائحات أجنبيات يزرن المراقد المقدسة في كربلاء، وفيما وصفت إحداهن الزيارة بأنها تجربة حياتية فريدة من نوعها. حلو، طبعاً كل شيء. طبعاً إحنا طبعاً الصورة شو فيها؟ حياتها. إحنا بلد سياحي، بلد سياحي ديني، بلد سياحي أثري. عندنا السياحة يعني السياحة الدينية مهمة جداً بصراحة. جداً. يعني احنا ما عندنا بصراحه سياحه، احنا بس السياحه اللي هي الاعتياديه مهمله. السياحه احنا نقول الاثريه، الاثريه الحضاريه فقط. عندنا السياحه الدينيه الحمد لله شويه مهتمين بها، بس نريد نشوفهم اليوم الراحه واخذوا حلاوه دهنيه. اهم شيء الحلاوه الدهنيه. الزياره ما تكمل اذا مو حلاوه دهنيه. طبعا هذا كان ثاني خبر او حدث عفوا من مورنينج لايف. نجي عن حدث الثالث. طبعا هو حدث انساني اكثر مما هو احنا شو نقول معنوي. هذا الحدث اليوم خريجي كليه الصيدله يتبرعون باجور الحفل تخرج على الاسر المتعففه وتوزيعها على شكل سلات غذائيه بشهر رمضان. مثل ما تشوفون هاي الصوره ويانا لابسين اسمائهم، كاتبين ما تخرج القبعات وذاكرين اسمائهم. طبعا عافيه عليهم، خطوه كلش حلوه. انما يعني أنا أتمنى تكون كل الخريجين هاي السنة يخطون هاي الخطوة، لأن مثل ما نشوف إحنا هسه حاليا وضعنا الاقتصادي يعني إحنا نقول شبه منهار. والبارحة إحنا ذكرنا على ارتفاع الأسعار المواد الغذائية، وإحنا عندنا هواي عوائل فقيرة ومتعففة وتحتاج هاي المساعدات منكم. وإن شاء الله الله يقدركم على فعل الخير، وإن شاء الله تكون ميزان حسناتكم. احتفل العاشوريون والسريان والكلدان في العراق وسوريا ومناطق نهر الفرات بعيد رأس السنة البابلية الآشورية أو بما يعرف الأكيتو، فإحنا نقولهم أكيد عيد سعيد لحصاد القمح. إن شاء الله عيدكم سعيد وعيدكم مبارك، وإن شاء الله يعم عليكم الأفراح
بالعراق وبجميع بلدان صراحة العالم. أنا أصدقائي الموجودين ب يعني دهوك محتفلين بطريقة كلش حلوة، الازدحامات بالشارع، العزائم بالحدائق، فنقول لهم أكيد عيد حصاد مبارك. قمح سعيد إن شاء الله سعيد. ونجي على حدثنا المهم المهم اللي صراحة أنت اللي يعني صار هم سنين سنين، مو بس إحنا صارنا هواي نبحث عليه، حكينا بيه طبعا قبل اللايف، إنه هو حدث إنجاز علمي مذهل. لأول مرة وبعد قرابة 20 سنة من العمل، فريق مؤلف من 100 عالم يكشفون التسلسل الكامل لخريطة الشريط الوراثي البشري، هو مشروع الجينوم البشري. طبعا هذا المشروع احنا نقول هو مشروع البصمة الوراثية، يعني هو هذا من خلاله راح نتعرف على على بصمتك الوراثية والعلاقة ما بين الجينات، وايضا العلاقة ما بين الصحة والتغذية. لكن هذا المشروع من عام 1990 بدأت فيه علماء الولايات المتحدة بهذا المشروع، بعدها انضموا الى علماء الاوروبيون، وبعدها انضموا الى علماء اليابان حتى يكملون هذا المشروع. حلو، طبعا مشروع كلش حلو. زين بس اريد اسالك انه الجينو هو يعني يقولون انه انت بس تاخذ عينه صغيره راح تعرف هواي شغلات. صحيح طبعا هاي الامراض صحيح. المستقبليه صحيح. شنو الشخص ايش راح يصير به اثناء المراحل العمريه اللي يعني يمشي بها. هذا تقدم بالطب، بان هم ياخذون عينه من اللعاب وراح من خلالها، بدل ما احنا نروح اليوم انا مريضه مثلا نقول فد انف واذن وحنجره، انا اروح على دكتور على مود انف واذن وحنجره، بس بعد هاي التجربة ايش راح يكون؟ راح يكون مجرد، ليش انا اروح على دكتور انف واذن وحنجرة عفوا، وبعدها يقول لي لا اخاف بغير مكان، اخاف عندك غير مرض او غير شيء او انت ما تعرفينه. فهذا المشروع راح ياخذون اللعاب، ياخذون احنا نقول عينة من هذا اللعاب، وراح تكشف لنا شنو عندنا امراض بجسمنا. همين هو وقاية صحية نعم. لنا وهمين انه احنا نعرف ايش راح يصير ويانا اثناء المراحل العمريه اللي راح نتعرض لها. نعم. طبعا ويانا الحدث الاخير للاسف، وزير التربيه يوجه بايقاف كافه السفرات المدرسيه فورا الى اشعار اخر بعد تسجيل عدد من المخالفات. للاسف طبعا بسبب فيروس كورونا، بسبب عدم الالتزام بالتعليمات والشروط الصحيه الخاصه باقامتها من ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات، فيا ريت يعني حرامات الاطفال انه نحرمهم من السفرات. للاسف مو بس من السفرات المدرسيه اللي هي ممكن انه الاطفال يكتشفون المعالم الاثريه، يكتشفون محافظاتنا الحبيبه، فبالتالي انه هذا خبر مؤسف للاسف. طبعا يعني انغام، وطبعا مو بس على مود هذا الشيء، على مود سفره مدرسيه مال بنات يمكن مدرسه ثانويه على ما اعتقد، ظهروا من عندهم سلوك، يعني كانوا مشغلين اغاني بالفاظ غير لائقه، فمن هذا واتخذ هذا القرار الوزير مع الاسف. اليوم احنا عندنا الموضوع صراحة. اكيد عندنا هذا الموضوع اليوم، راح طبعا اكثر حديثنا راح يكون عن هذه المواضيع، على المواضيع التربويه، على مواضيع الكوادر التدريسيه، على مواضيع الطلاب. طبعا مع الاسف يعني يوم انتم موفرين لكم سفرات، طبعا احنا يا انغام احلى ذكرياتنا اليوم، انا من اذكر اول ذكرياتي واريد اتذكرها اتذكر السفرات المدرسيه. طبعا رحنا لهواي، رحنا المتحف البغدادي، رحنا للجزيره، وايضا رحنا لاماكن اثريه، ومن خلالها احنا هسه حاليا ليش مرات طاب عبالنا الاماكن الاثريه، غير هسه هذا الجيل اللي حاليا اي شيء ما يعرف عن تاريخ بلده بسبب هاي السفرات. بصراحه جمانة يعني من كنا صغار مثل ما ذكرتيني بعده سفرات انا رحت لها، كانت بابل، الملويه، سلمان باك، حبانية يعني ما زارتها للأسف، البصرة، الناصرية، المعالم الأثرية اللي إحنا نريد نتعلم على تاريخ بلدنا. فللأسف صارت السفرات بصراحة ما بيها كواليتي، ما بيها نوعية، بالتالي الطفل يقضيها بالباص رقص وأغاني وألفاظ غير مناسبة، وللأسف دا يصوروهم وأيضا دا تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. فاليوم راح يكون موضوعنا جدا مهم، نربطه بآخر حدث من الأحداث اللي ذكرناها أنا وجمانة، غياب نعم. الحماية بسبب توقف السفرات المدرسية. واليوم ويانا مديرة مدارس بغداد الأهلية الست لمياء
الحسن ننتظرها أكيد حتى تنطينا باقي الأخبار وشلون اليوم. بصراحة نهدف إلى سفرات مدرسية. يا هلا طبعا وصلت أكيد، يا هلا ومية هلا بالست لمياء الحسن، نورتينا. اليوم احنا نهدف يسعد صباحك ورمضان كريم أكيد. نهدف إلى سفرات مدرسية أثرية تعلم الطفل بصراحة التربية، الأخلاق، التربية، الأخلاق، بلدك، بلدك شنو الآثار بي، بلدك ماذا يحتوي، شنو نتعلم بلدنا، وادي الحضارات، وادي الرافدين. يعني مع الأسف اليوم بنشوف السفرات المدرسية احنا نقول دشوه منظر الذوق العام، من يطلعون بهيك منظر. صحيح. يعني مع الاسف اليوم احنا ليش نقول وزاره التربيه؟ ليش سموها بهذا الاسم او اطلقوا عليها وزاره التربيه؟ يعني هي معناها راح تنمي او تنطي يعني نقول مواد تربويه اكثر للطفل، تحسن من سلوكه، تنمي مواهبه، تخليه يكمل حياته ويكمل طريقه بشكل احنا نقول بمستوى ثقافي، بحيث يقدر الانسان يقدر يكمل حياته ويكون انسان ناجح. كل هذا طبعا احنا اليوم وصلنا بهذا المكان، انا وانغام وغيرنا، احنا طبعا كل هذا كان اللي احنا نقول الراجع الى مدارسنا والى معلمينا، طبعا كل الحب والاحترام لهم، احنا لما هم ما نقدر نوصل لهاي المرحله. يلا نبلش ويا ست لمياء اكيد ان شاء الله مرتاحه. شكرا، مرتاحه. رمضان كريم ست. شكرا، رمضان كريم. اليوم شلون تشوفين حجم التنسيق ما بين التربيه وادارات المدارس بتنسيق السفرات المدرسيه بعد انقطاع دام العامين للاسف بسبب فيروس كورونا؟ التنسيق هو موجود، التعاون ايضا موجود، لكن مو بدرجه ممتازه، درجه وسط. بعدين المدراء من يقدمون طلب لاخذ طلاب مدرستهم الى مكان معين، ويروحون للتربيه يحولوهم على النشاط المدرسي. من ندخل للنشاط المدرسي ما نلقى قائمه محدده بها مناطق اللي ممكن ناخذ طلابنا سفره. الابتدائي لهم مكانات خاصة. صحيح. الثانوي مكانات خاصة. نعم. حتى الألعاب تختلف، يعني ما يجوز طفل طالب ابتدائية يلعب ألعاب اللي يلعبها طالب ما تناسب أعمارهم، خطرة. أي فهاي ما موجودة. بعدين احنا صار فد لهفة وشغف للسفرات بعد ما انقطع الدوام سنتين بسبب جائحة كورونا، لكن ماكو توجيهات خاصة للطلبة بلبس الكمام، استخدام المعقمات اليدوية، التباعد. لا، المدراء يتركون الطلاب براحتهم وهم يقعدون يكملون الوليمة، بالتالي أخذوا النتيجة عن المنعزل. طيب ست نادية، اليوم أنت حضرتك من تشوفين فيديوهات منتشرة بعيدة عن حجم احنا نقول التوعية للطلبة، تطلع من عندهم، طلعت من عندهم تصرفات والفاظ غير لائقه، ان يعني لان هم طلاب. تمام. طيب هاي يوم التصرفات على تقع على مسؤوليه منو، على الاهالي ام على الكادر التدريسي؟ من خلال السفره المسؤوليه على اداره المدرسه، المدير وقسم الارشاد التربوي. نعم. لازم تتقدم توعيه للطلبه بنين او بنات، السفره اقلها باسبوع، وتوجيهات تتقدم للطلاب بأنه هذه الأمور ممكن، هذه ممنوعة، كل شيء، حتى إذا غنوا أناشيد الرقص حركات لازم تكون أخلاقية. نعم. ما يصير تكون هذه الحركات براحة الطالب وكيف يتصرف. نعم. والتلفظ يكون بألفاظ لازم راقية، ما يجوز أنه أخذ راحة الطالب وقام كيف يحكي، شاف طلبة من غير مدارس قام يذبح شيء، هذه كلها مرفوضة. يعني احنا يمكن اذا تتذكرين جمعنا قبل، ما نريد سفرتكم، رجعوا دراهمنا ويا سايقنا دوس دوس حتى نحصل لك عروس. يعني كانت هوايه اغاني حلوة. تتذكرين اغاني بسيطة. اول سفرة انت رحتي لها؟ اول سفرة اذا تتذكرين انا رحت للجزيرة. للجزيرة أنا شفت المدرسة شفت بالابتدائية أنا رحت للجزيرة أول سفرة إلي، وثاني سفرة كانت هي الملوية. ملوية بصراحة يعني سرة من رؤى.
السره من راء يعني سوري من راء الملويه من احلى الاماكن اللي ممكن انه لعراق الاطفال انه يروحون يزوروها ويشوفون هذا المعلم التراثي اللي احنا بصراحه كعراقيين نفتخر به. طبعا النصب يعني البناء مالتها غريب جدا يعني انت تشوفين انا يمكن صغيره ما افتهم يعني احنا ملتهين بالالعاب الى غيره. فخلينا اليوم السفرات اللي كانت على مستوى عالي من التعليم والتربيه، قبل كانوا ياخذونا بصراحه مخيمات كشافه نشوف شلون نتعلم انه احنا نعتمد على نفسنا، شلون نتعلم انه نشعل نار، شلون نتعلم انه احنا نخيم، ايضا المحافظات مالتنا اللي هي بيها اماكن تجنن لازم نتعلم، الناصريه، البصره، العماره، الحله، دياله، اهل البرتقال الى غيره، فاليوم برايك السفرات هل هي تعليمية أم سفرات ما لها أي فائدة؟ السفرات بشكل عام لكل الطلاب بكل مختلف مراحلهم الدراسية لازم تكون هادفة. نعم. والمكان اللي يختاروه يكون مكان لائق. المجال الترفيهي والتعليمي والثقافي يكون مشمول بهذه السفرة. حالياً انعدمت هذه المجالات. مدير قدم طلب وداهم وين؟ حديقة الزهراء. اجى قدم طلب وداهم العاب مدينة الالعاب السندباد. زين شنو يتركوهم للطلاب؟ هذا براحتهم. زين انتم اليوم ما لكم دور، انتم ككوادر تدريسية ما تقدرون تختارون المكان اللي انتم تريدوه؟ هو هذا ما يعني قابل معقول هاي من مسؤولية الوزير؟ لا هي صارت الشغلة بشكل عام حكومي اهلي تجارية. دا ياخذون اعداد هائله من الطلبه ومع باصات بدون حمايه. نعم. والمفروض تكون حمايه للطلاب لان احنا بوضع امني قلق. جمانه نعم. تعرفين قبل لما كنا نروح للمرافق الصحيه نعم. اسف نعم. اعتذر. نعم. كان ويانا يدزون معلم صحيح ينتظرنا. ينتظرنا فعلا. ينتظرنا الوقت اللي احنا نريد نقضيه ونطلع. طبعا نروح مثلا نشتري او ويانا معلم انا مرشد مرافقه. طبعا نسيت انت ذكرتي هسه قبل شويه قلتي صارت على مود الاستفاده الماديه ما طيب احنا همينا اذا تتذكرين انا غام كان يدزون يانا قصاصات من كنا ابصال قصاصات وكذا مبلغ مطلوب من عندكم لازم توقيع ولي الامر ولي الامر تمام مو احنا هم كنا نطي بس هم كانوا يودونا ياخذونا باماكن تعطين شيء معقول يعني صحيح بعدين متن اي مدير ما ينسى عند طلاب ايتام فقراء لازم الإدارة هي المسؤولة أنه تسد كل ما نفسها يعني هذا الطالب هم يعني ما يجوز ينحرم من لكن وضع المادي ما يسمح أنه هو يدفع هيك مبلغ فلازم يكون مشاركة للجميع وبعدين السفرات هذه بالبداية قلت بأنه لازم ينحط جدول وتحدد به أماكن السفرة مو أي مكان تروح يعني قبل فترة ثانوية أخذوهم للمول المنصور زين سوى هوسة وصياح وغنى وكل شيء ما استفادوا صحيح لا هم ولا المكان قبل صحيح ستلمياء فهي تجي نقد بعدين صحيح ستلمياء طبعا يوم شكرا لأن يوم جيتي ويانا أنت وقدرنا اليوم نحاورك بهذا الموضوع شكرا جزيلا عن السفرات المدرسية وعن الألفاظ الغير لائقة من قبل الطلاب طبعا أقدم شكري وتقديري للدكتور معالي وزير التربية الدكتور علي الدليمي لأن هو وقف ومنع السفرات نهائي لإشعار آخر ليش للسبب لأنه اللي قلناه كنا هاي المساوئ نعم. اللي برزت من خلال السفرات هو لمسها وشافها بعينه فأشكره وإن شاء الله دائما نكون شكرا جزيلا شكرا لك ست نادية نورتينا ست نادية اليوم شكرا لك شرفتينا اليوم يا موضوع موضوع اليوم أيوة اليوم احنا مواضيعنا كلها اجتماعيه بحت اليوم انا بصراحه اليوم مشاكل داخلين اليوم مشاكل الفوبيا مالتي اللي هو الزواج يعني دائما بصراحه والدتي ماما انغام تزوجي ماما الزواج ستر الزواج زين يعني ستر كلمه يعني ما بس من اشوف صديقاتي واشوف الوضع اللي هم بيه بصراحه من يعني بصراحه من الخيانه الزوجيه نحكي بكل واقعيه وبالخط العريض الخيانة والاختلاف بين الازواج والقصور من قبل الزوج الماديات قصور يعني شوف احنا هواي من الازواج ما متحملين اصلا مسؤوليه عوائلهم صح وصاير العاتق كله دا يوقع على المراه على ام البيت يعني طيب ايش تسوي بعد بالرجال بدا هيك شيء ولا تمشين اهم شيء عدم الاهتمام بالمطر طبعا يعني المراه اليوم كلش ضروري انت لما تدخلين القفص الذهبي
كما يسمون صراحه شلون قفص. انه لازم انت بالتالي تهتمين بوضعك، تهتمين بمظهرك بجمالك، لان هسه مراحل الجمال والتطور اللي صاير والعمليات التجميل لازم احنا نواكبها بصراحه، نواكبها بطريقه جميله ولائقه. اليوم اكيد عندنا ضيفه. اكيد اليوم عندنا ضيفه، اليوم راح نتحدث عن احنا نقول قضيه اجتماعيه مهمة أو عن مشكلة خطيرة، مشكلة اجتماعية خطيرة. طبعا بالفترة الأخيرة، بالفترة الأخيرة حاليا احنا شفنا حاليا ظاهرة الطلاق ونسبة الطلاق كلش ارتفعت بالعراق. طيب شنو أسباب هذا الطلاق؟ البعض يقول يا أنغام بسبب السوشيال ميديا يتحجج، والبعض هاي عندهم التلفون صارت مشكلة كلش كبيرة، يعني يوم يطلق مرته على مود تلفون عادي أو على مود لعبة. وطاقة التحمل والزواج المبكر، وأيضا الوضع الاقتصادي، وأيضا اليوم فكرة تقبل المجتمع لكلمة مطلق أو مطلقة، فخلت الناس عندهم كلمة طالق كل سهلة. يجي يقول انت طالق وهي عندها طفلين وثلاثة او اربعة، يقولها طالق ومع السلامة كل سهلة. بس اهم شيء مو طالق بالثلاثة. هاي هو حكيها بس يروح يفلت. يريد يخلص. اليوم ضيفتنا اكيد الاستاذة حنين الطائي، محامية. اهلا وسهلا بك حضرتك المحاميه، نورتينا. نورتي اكيد اللوكيشن مال المرمى. ست حنين ورمضان كريم عليك ان شاء الله. ان شاء الله علينا وعليكم يا رب. اليوم خلينا نحكي ليش كلمه ليش بوقع كلش قوي. ليش اليوم نشوف هاي حالات الطلاق الكثيره باسباب تافهه تخلينا احنا الشباب يعني منريد نخطي او نشوف التجارب اللي صايره ويا صديقاتنا واصدقائنا، يصير عندي فوبيا، خوف انه اني ادخل القفص الذهبي الركيك واقع منه وبعد باي باي. ليش ما نترك القفص الذهبي؟ كلمه القفص الذهبي حاليا خلينا نتركها. القفص الذهبي شنو اسباب الطلاق حضره المحاميه بالمجتمع العراقي؟ الطلاق طبعا هو اول من وجد الزواج هو من وجد الطلاق وياه. يعني الطلاق قديم واسبابه قديمه. بس هو زاد بالفترة الأخيرة. ليش؟ لأن الأسباب القديمة نفسها اللي موجودة اللي متعارف عليها بالفترة الأخيرة تفاقمت، اللي هي مثلا هسه احنا عندنا حسب الإحصائيات دا اشوفها اول سبب للطلاق دا يصير الخيانة الزوجية. زين بالحالة الأخيرة من مثل ما ذكرتي انه مواقع التواصل والانفتاح الاجتماعي هذا الشيء هم لنا سهل الخيانة الزوجية، صارت اسهل. صحيح. قبل شوي كانت أصعب، فبالتالي زادت حالات الطلاق. زين من أسباب الطلاق القديمة اللي هي الفقر، البطالة، وإحنا بالفترة الأخيرة بظل أزمة كورونا يعني صار الوضع الاقتصادي جدا مدهور، جدا متخبط. نعم. فبالتالي هم زادت البطالة، زاد الفقر. نعم. وهم يعني أدى إلى زيادة حالات الطلاق. زين من أسباب الطلاق هم يعني اللي هي موجودة أصلا العنف الأسري، يعني سبب من أسباب حدوث الطلاق هو العنف الأسري بين الزوجين. بالحالة الأخيرة بالعراق صارت زيادة كلش عالية بالمخدرات وانتشار المخدرات. صحيح. والمسكرات، وصار انفلات بالسيطرة على هاي المواضيع. صحيح. انتشار المخدرات شنو راح يؤدي إلى زيادة العنف الأسري. صحيح. بالنهاية. صحيح. زين من الأسباب أيضا الموجودة للطلاق حالات الزواج المبكر أو زواج القاصرين، واحنا مثل ما نشوف هسه حاليا همين كل زادت هاي الحاله، ربما بسبب الفقر اللي صار، اللي العوائل بس تريد تتخلص من بناتها، او ربما صار الانفتاح الاجتماعي فصار اختلاط بين الجنسين فساعد على الزواج. فهاي الحالات القديمه اللي هي اصلا كانت تؤدي الى الطلاق اخر فتره هي زادت، فبالتالي زادت نتائجها وزادت حالات الطلاق. صحيح كلام الست. طبعا بعدين راح نرجع نعقب على كلامك، بس خلينا نروح نشوف استطلاع بالشارع العراقي حول موضوع ارتفاع حالات الطلاق عندنا. يعني صدوع عشتيرك اليوم راح يكون. أيوة والله. حلقتنا يعني في وسط طلاب الجامعه والحديث عن ارتفاع معدلات الطلاق، وهل هي بسبب الحاله العاطفيه التي يعيشها الشاب والبنت؟ خليكم ويانا، خلينا نشوف استطلاعات الطلاب. مو سؤالك بجانبين، الجانب الاول حالات الطلاق اللي تسجل على اساس بانه النسبه العمريه لفئه المنفصلين،
أما الفئة الثانية اللي هي فئة المشاكل الاجتماعية، فئة اللي المتزوجين يعني بسن مبكر، هذا مو صوت الشخص نفسه، هذا صوت تابع صوت الأهل. الأهل ما عرفوا شلون يوظفون حياة ابنهم بالشكل الصحيح حتى يوصلوا للمسار ويقولوا له الزوج أنت بعمر ممكن تقدر تتزوج تتحمل مسؤولية. والله رأيي الخاص هو الزواج المبكر في سن مبكر أكبر غلطة اليوم، البنية تتزوج في سن مبكر أو الشاب أيضا يعني تزوج في سن مبكر، وهذا الشيء كلش غلط. اليوم لاحظ يعني حالات الطلاق من وراء هاي النموذج إنه شباب في سن مبكر يتزوج والبنية أيضا في سن مبكر تتزوج، هذا الشيء أنا ما أشجعه. يعني يكون الشاب أو البنية تبلغ سن فوق السن المبكر، تبلغ يعني فوق ال 18 أو تبلغ ال 20 من العمر، يلا تفكر إنه بالزواج. من رأيي الخاص إنه هو الزواج المبكر، إنه يكون الطفل عمره 14 أو البنية يكون عمرها 14، وهذا كلش إنه كلش خطأ إنه أزوجها. المفروض إنه هي توعي يصير عمرها 22 23، إنه تفتهم الحياة أكثر، تفتهم العائلة أكثر، مو إنه بعمر 14 راح أزوجها. فهو هذا السبب، وقلة الوعي بين الشباب وقلة الوعي بين البنات. الشباب هسه يعني خاصة فترة مراهقة من 20 إلى 25 حالة عاطفية عنده عالية جدا، يعني هو هذا السبب اللي يخليه يتزوج، ومو عن حب، زواج تقليدي. زواج التقليدي يعني نسبة 70% ميتم، بينما هذا زواج عن حب وهيك شيء مرتب، ويكون سن مو مبكر، يعني 22 23 إلى 25 الشاب واعي، البنية تكون واعية بهيك عمر، فما راح تكون هنالك يعني أسباب تؤدي إلى هيك حالات. شكرا زميلنا أمير الربيعي على هذا الاستطلاع، وعلى نشوف شفنا آراء الناس حول موضوع ارتفاع عدد حالات الطلاق في العراق. طبعا خلينا نرجع لحديثنا ويا ست حنين محاميتنا، نقول زواج القاصرين يوم له تأثير على حالات الطلاق حاليا؟ طبعا هو من أول الآثار الاجتماعية لزواج القاصرات هو كثرة حالات الطلاق. زواج القاصرات يعني غالبا ما ينتهي بالطلاق. ليش؟ عدة أسباب. أول شيء عدم وعي الزوجين، نعم، وعدم استيعابهم مسؤولية الأسرة وتحمل الزواج. مسؤولية الأسرة وبناء، نعم، أسرة، يعني ترى بناء الأسرة شيء جدا صعب، نعم، فيكونون مندفعين. يعني زواج القاصرين هي فترة المراهقة، نعم، يكونون مندفعين، فعدم استيعابهم الكامل ووعيهم للفكرة وبناء الأسرة، هاي، نعم، من ناحية. من ناحية أخرى احنا قلنا من أسباب الطلاق هو العنف الأسري. العنف الأسري بزواج القاصرين ينتشر أكثر. ليش؟ لأن هم ما عندهم الوعي الكافي لتفتيت المشاكل الاجتماعية واستيعابها. هم ما عندهم هاي القدرة والمهارات الاجتماعية أنهم يفتتون المشاكل بيناتهم، نعم، فيلجؤون شنو للعنف. هو يشوف روحه هسه يصير رجال على اساس وياهم ما حد يصيح رجال في شيء كلش غير، يعني غلط بانه لازم الرجال يضرب ويصيح وكذا. اي زين. من ناحيه اخرى الفقر احنا قلنا هو من اسباب، نعم، الطلاق. بزواج القاصرين ينتشر الفقر اكثر. نعم. ليش؟ باعتبار انهم بعدهم بدايه العمر، نعم، وحيتحملون الاعباء الاقتصاديه والمسؤوليات الماليه للاسره، واعباء، نعم، الاسره جدا عاليه. اليوم اريد احكي على موضوع كلش مهم. يعني اليوم احنا لما انا اريد اخطي خطوه الزواج، قبل يمكن كانت اهلنا التقاليد العادات شويه ابسط، الولاده تعدد الاطفال ابسط، المعيشه كنا نرضى بها او اهلنا يرضون بها. هسه حاليا ويا التقدم ويا اللي دا يصير، البنات اللي عندها جامعه واللي صار ما تتحمل، قدره التحمل وقدره الصبر انفقدت بهذا الوقت. صحيح. ما تعرفين ليش، ولا تنسين المشاكل هم زادت. بالضبط. بالتالي اللي دا تجيب اثنين وثلاثه واربعه تقول انا تورطت، انا سويت بروحي، الله جهال، انت راح تربطين رجلك صراحه بالاطفال. أيه. وبالاخير هي تكتشف انه هي زادت العبء على نفسها، بالتالي هي أدت زواجها وأدت نفسها، نعم، وارتبطت بمسؤوليات اكثر. اليوم احنا هل ممكن انه يعني نسن قانون
يعني ما اعرف بتقليل الاطفال، ما ادري، انه راجعوا نفسكم، دروس توعويه يدخلون بها الزوج والزوجه قبل يتخذون قرار انه تعدد الاطفال. هو احنا مو بس تعدد الاطفال او حتى الزواج يعني المبكر، هو بالتالي زواج مبكر يعني اطفال اكثر، يعني حتكون مده الزواج اطول. نعم. احنا يعني ممكن نعالجه على محورين، يعني المحور عن طريق القانون انه ممكن يسيطر، مثل الاردن هسه الاردن قبض على الزواج خارج المحكمه، الا داخل المحكمه، وداخل المحكمه طبع. يكون داخل المحكمه يكون قانون خلاص ثابت، يعني ما بي ثغرات وما بي مجال ما بي تهاون. احنا القانون العراقي صح حدد عمر الزواج، بس يصير زواج خارج المحكمه، وصح جرم فعل الزواج خارج المحكمة، بس الجريمة العقوبة متهاون بها وتنفيذ العقوبة متهاون أكثر بعد بها، يعني ما سيطر على الموضوع. نعم. هاي من ناحية القانون. من ناحية أخرى، من ناحية الاجتماعية، هنا يجي دور المؤسسات والمنظمات، الأهل، الأهل، وسائل الإعلام. نعم. أحيانا أنت الأهل، أحيانا هم الأهل يحتاجون توعية. أي والله هم الأهل يحتاجون توعية. ماما جيبي بعد ولدي بعد تلزمي يا عقل يا عقل من هذا الشيء. لا ولد جب طفل يقول يلا شدي حيلك على الثاني، شو السالفه؟ طيب ست ذكرتي حاليا احنا نقول من جانب القانوني، اليوم اذا كان اكو زواج، احنا نقول الزواج القسري للقاصرات، اذا كان اليوم هذا الزواج يكون خارج المحاكم القضاء، شو راح تكون مدى خطوره هذا الزواج؟ خطورته طبعا عاليه جدا، خطورته عالية جدا. من باب شنو؟ من باب انه القانون العراقي لما حدد سن الزواج 18 سنة، واسمح يعني اكو فقرة ضمنية انه اللي يتم ال 15 سنة من حقه انه يقدم طلب اذن او رخصة للزواج، لكن دي يصير زواج حتى اقل من 15 سنة خارج المحاكم، هي هاي المشكله. المشكله انه هسه احنا عندنا قانون الاحوال الشخصيه، قانون الردع على هذه، قانون الاحوال الشخصيه. نعم. شنو هذا المرقم 188 سنه 1959 بالفقره العاشره، بالماده 10 الفقره الخامسه، جرم هذا الزواج خارج المحكمه وخلى عقوبته مضمون، يعني الماده عقوبته انه الحبس مده لا تزيد عن سنه لا تقل عن 6 أشهر او غرامه لولي امر الـ 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 لا لا للزوج الزوج ولي امر شعلي لا الزوج مو هو طيب ولي امرها هم المشكله هم توقع عليه. تسمحي لي، الزوج هو يعني صار بالسن القانوني انه صار مدرك ادراك تام كيفيه اتخاذ القرار، فاكيد هو راح يكون الزوج. بس يعني اوكي الزوج إيه هو لا بس الاب لا قصري ليش الاب طيب ليش جاي ينطي بالتوهيج؟ شو عمرها هم تكون مفروض عليه فد الزوج. اسمحي لي، هاي العقوبه هاي للزوج، الزواج خارج المحكمه بصوره عامه. نعم. سواء كان مبكر او غير مبكر، بس هو شو وقت دا يصير هذا الزواج؟ بالحالات الاغلب او الاكثر دا يصير بالزواج المبكر، لان المحكمه ما راح تسمح لهم. طيب. حيزوجون خارج المحكمه، فهاي العقوبه احنا صح هي عقوبه اصلا قليله، انا برايي كرأي شخصي هي اصلا عقوبه متهاون بها، بس اصلا ما منفذيها ماكو تنفيذ لها، جدا متشدده لا اصلا ما منفذيها، يعني هسه احنا لحد الان ما عندنا ولا طيب حاله قدام طيب الزوج. طيب ست حنين، اليوم اذا هو اب دا يبيع بنته عمرها 10 سنين بنته. لا مو اكو حالات هيك انغام، عفوا انا سامعه هواي اكو حالات. اليوم اكو طفله عمرها 10 سنين تمام، وطلعت هم ويانا برنامج من برامج السومريه، قالت انا عمري 10 سنين وابوها زوجها، باعها لشخص بقد ابوها اللي هو تقريبا حتى اكبر من ابوها. زين طيب هو هذا راح القانون فقط راح يكون بس على الزوج راح يمشي؟ عاد الاب مو باع على مبلغ مالي بسيط طاها الرجال يكون بعمره واكبر من عمره؟ بس على الزوج. ها؟ بس كقانون بس على الزوج. ما إيه. مع الاسف. طيب شنو اغرب حاله طلاق مرت على حضرتك؟ انا شخصيا يعني ما مرت علي حاله غريبه. يعني بس من الحالات اللي شفتها بالمحاكم اللي عندي انا صورة القرار سحبتها هسه بالتليفون، انه زوج طلق زوجته بسبب انه خلت خاشوقة الشاي بالمقلوبة الوالدة. مستحيل. اي والحالة الثانية اللي ذكرها مرة المحامي محمد العامري، انه هو كانت يعني هو حالته دعوته الشخصية يعني انه جايته، انه زوجة طلقها من زوجها لانه
عضة خشمه ما كلته. اي شفت هذا شفت مطيل ليش عضة خشمه بالجريده نشروها بصراحه. اي اي شفت يعني هو اي طلقها من زوجها بس يعني هي بانك له خشمه بعد يعني عضته مشلوعه هاي لحم المقدمه يعني بصراحه شوف شو مسوي شو مسوي شو مسوي عض خشمه وصل هاي الفكره بس نهائيا حنين احنا كلش نشكرك على وجودك وبصراحه يعني استفدنا ان شاء الله اليوم من النصائح اليوم عن حالات الطلاق وعن سبب الفشل اللي دا يصير بالعلاقة الزوجية وتوصل للأسف إلى حالة طلاق. شكرا جزيلا. شكرا على استنورتينا. شكرا المحامية حنين. طبعا بعد ما خلصنا موضوعنا اليوم الاجتماعي وحكينا عن أسباب الطلاق وأسباب الطلاق هواية كلش هواية لا تعد ولا تحصى اليوم كل واحد له قصة وشوف إحنا شقد عندنا مطلقات بالعراق وكل وحدة لها قصتها وكل شخص طبعا ما يطلع روحه الغلطان طبعا هو العاتق هذا ما راح يوقع فقط احنا نقول على الزوج لا ليش هم اكو زوجات هم يغلطان يا انغام يعني الغلطان ما راح يطلع فقط من الزوج اكو هم زوجات هم يعني مقصرات وهم غلطانات المهم احنا نقول نتمنى هاي الظاهرة تقل ويقولنا فت حال او فت قانون يردع هذا الشيء خلوه بس قانون يعني مرات احنا يصير وعي للزوج والزوجه والاهل بالذات الاهل اهل نعم. اهل الزوجه واهل الزوج اليوم اذا احنا وصلنا الى طريق مسدود اكو باحثين اجتماعيين صحيح. اكو دكاتره تسمعنا تنصحنا بهذا الخصوص فيا ريت انه قرار الزواج انه نتريث به نتمهل به لان بالاخير يعني هو عهد وهذا العهد يعني حرام انه احنا يعني نفسخه او نقصه في سبيل موضوع تافه مثل ما قالت الست حنين وبالاخص اذا كنتم اولاد شوفي شلون راح تتعب نفسيتهم ويمر الخاشوقه مالت الخاشوقه كانت مال شاي مقلوبه طبعا هواي من القصص انا غام بحيث من واحد يسمع قصص المطلقين المطلقات احنا نقول شعر راسه يشيب خلينا نروحها خلينا نغادر نروح غير خلينا نحكي هم اليوم هم ايضا بموضوع موضوع جدا مهم طبعا هذا موضوعنا اليوم موضوع آثار العراقية طبعا جميع البلدان اللي إلها تاريخ عريق وحضارات يوصل عمرها الآلاف السنين هواي عندنا بس من أهمها وأقدم هاي البلدان هي بلاد وادي الرافدين اللي هو عراقنا الحبيب كل بلد صاحب تاريخ اليوم احنا نشوفه يحافظ على المعالم الأثرية اللي تخصه بالمتاحف اللي تخصه هو هم يعني تخص هذا البلد يحافظ على المعالم الأثرية بها لكن اليوم احنا مع الأسف بسبب تعرض العراق إلى كثير من الاستعمارات النهب الإهمال الاندثار نعم تعرض للسرقة والنهب والاندثار مثل والإهمال همينا مثل ما قال تنغام طبعا وأهم معلم ومعالم أثرية اليوم عندنا هو بوابة عشتار صحيح يعني اليوم الاغلبيه هم متوقعين بوابه عشتار اللي هي عندنا هي موجوده يمنا احنا لا هذا الشيء غلط بوابه عشتار يا عفوا يا انغام هي بمتحف ببرلين بالمانيا طبعا اخذوا اللي احنا نقول شو يسموها المزججات الملونه بالعهد العثماني وانطوها للالمان شوفي من ذاك العهد من الاستعمار احنا نقوله العهد العثماني احنا حاليا هسه فقط عندنا اللي نقول احنا الحجر مال بوابه عشتار وطبعا هذا المتحف صار من اهم المتاحف عالميا بسبب بوابه عشتار وشارع المواكب واليوم احنا خصصنا موضوع خصصنا ضيف حتى نحكي اليوم عن الاثار العراقيه وشنو سبب اهمالها واندثارها وبعدك شيء انا غير شايفه هاي يكتبون رقم كرين رقم الكرين يا غيري ورقم الصباح انا طبعا ارحب بالست نور عبد الستار يا هلا اميه هلا بيك من منظمه زيو السودرة زيو السودرة الاثريه يا هلا اميه هلا مرحبا ست نورتينا شكرا للاستضافه الجميله راح نبلش وياك باول سؤال اكيد يمكن سمعتي المقدمه اللي قالتها جمانه شنو سبب عدم اهتمام وزاره الثقافه بالاثار العراقيه والمتاحف السبب اول شيء أنا أعتبر هاي شوية كلمة قاسية إنه ماكو اهتمام لكن شلون؟ لأن وزارة الثقافة نفسها بحاجة اليوم إلى دعم الوزارة نفسها بحاجة إلى دعم وبحاجة إلى اهتمام نعم. بدءا من تدني رواتب موظفيها
انتهاء الأصغر شغلة موجودة بها. نعم. من ناحية الآثار لا، الهيئة العامة للآثار والتراث ما زالت عمليات التنقيب مالتها موجودة، التسييج موجود، كشوفات موقعية موجودة، فماكو تقصير. لكن أرجع وأقول أنه الدعم المادي شوية أكو تريط، عندنا ما يقارب الأربعة أو 12 ألف موقع أثري. نعم. بالمقابل عندنا 4000 حارس بس، فهذا شوية أكو تقصير. لو كان أكو يملك متاحف كافية بصراحة ما عندنا متحف. أرجع وأقول لك نفس السبب، هو الدعم اللي موجود. لكن متحفنا اللي موجود هنا مو قاصر نهائي، اللي هو بالعلاوي، لكن يحتاج له بعد اكثر. يعني انتم اليوم كاعلاميين واجبكم تسلطون الضوء عليه. احنا سلطنا الضوء عليه فشي كلش مرتب، يعني فشي حلو، لكن احنا اكيد نطمح ان تكون متاحفنا بصوره لائقه اكثر مما طيب. هي عليه، لان اللي موجود به شيء كلش ضخم. طيب ست، احنا بحضاره بلاد وادي الرافدين يعني اليوم انت من وجهه نظرك متحف واحد يوم احنا يكون عندنا كافي على هاي الحضاره، من اهم الحضارات واقدم الحضارات؟ أنا قلت ليش لا، إحنا عندنا عدة متاحف بس أبرزها اللي موجود ببغداد. طيب اليوم إحنا أغلب آثارنا يتكون خارج العراق بمتاحف عالمية مثل ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وغيرها هواية من الدول. وطيب بنشوف إحنا هم مو أصحاب هاي الآثار ولا أصحاب هاي الحضارة. وشوف يا أنغام، شوف إيش كم متحف هم محددين الآثار العراقية، وإحنا اليوم بلدنا إحنا أصحاب هاي الآثار وأصحاب هاي الحضارات تقولون عندنا متحف واحد. تمام. احنا هذا السبب، اولا احنا مو مثل باقي البلدان تعرضنا الحروب، صحيح، عصابات داعش كانت اخرها، صحيح، ما اخفيش عمليات التهريب اللي صارت هذه اخذت من عندنا الكثير، لكن مع ذلك ما اعرف انتم تعرفون او لا، احنا بدنا نرجع قطع بالالاف. نسمع بصراحه بدنا نسترد يعني. طيب نطمح انه نرد ما بقى يعني، بدنا نسمع انه من المانيا من امريكا وغيرها من الدول. اليوم برايك شنو الحل الحد من تهريب اثار خارج البلد؟ هذه صراحه يعني يرادلها توعيه. شلون بالله اليوم الشخص المهرب انت احسن ما تحط نفسك للمساءله وبعدين تنحبس. انت تقدر تروح لوزاره الخارجيه او وزاره الثقافه اللي هي العامه للاثار والتراث، تاخذ اللي موجود عندك وتعرضه على قسم الاسترداد، تاخذ بالمقابل مبلغ مالي. نعم. عليه وكتاب شكر. انت احسن ما تروح تخلي، يعني اعتبرها هذه هويه، يعني انت مو سهل تجي تبيع هويتك، فسلمها واخذ بالمقابل مال اذا كنت انت محتاج هذا المال. نعم سيد. طيب اليوم احنا اريد نعرف شنو سبب عدم استغلال زياره البابا للعراق، ليش ما استغليتوا هاي الزياره؟ اكو بيت شعر يقول: الى الماء يسعى من يغص بلقمة، ولكن إلى ما يسعى من يغص بمائي. بمائي صحيح. أنا اليوم آثاري، لكن أنا نفسي استغربت، أنا توقعت جيتا راح تنهض بالواقع الآثاري أكثر. نعم. يعني راح تسوي لنا فد نقلة نوعية، راح يصير توجه السياحة أكبر، لكن أنا نفسي وين صار خاب ظن، يعني خاب ظنه إنه أو ما شفنا النتائج اللي هي اللي أنت كنتي بصراحة تنتظرها. أي مالك أنا شنو السبب؟ ما نعرف الأسباب، ما أعرف للأسف. أنا زين، خلينا نحكي سبب إهمال المواقع الأثرية وتدميرها والكتاب عليها مثل ما قالت بالمقدمة وتخريبها، أكو رادع لها؟ يعني احنا نلاحظ انه ارقام الكرين الحب الأبدي تمام اي زائد اي مدري شنو امي الغالية امي المعرف ايش الاخري. اليوم احنا شلون نحد من هذا التخريب؟ احنا عندنا قوانين، يعني هل فعل يندرج تحت احكام الماده 477 من قانون العقوبات؟ نعم. رقم 11 العام 1969 هذا يعاقب بالحبس. نعم. الشق الاخير منه يقول انه يعاقب بالحبس من تعمد التلف او عمود اللي هو البناء، انه تدميره او اتلافه يعاقب بالحبس. وتقدر البلديات وزاره الثقافه يعني السياحه بصوره عامه او بس امانه بغداد. بس هو ماكو رادع. لا اكو رادع عندها، حتى قانون الاثار والتراث موجود 55 عام 2001 احنا اكو، وبالفعل عرضت على محكمه جنائيه للنزاهه وتم تحويلها الى مديريه مكافحه الجريمه المنظمه واخذوا جزاهم. نعم نعم. طيب اليوم اذا اي احد يروح بدوله عربيه من يرجع وياه يا انغام يجيب لك هدايا تخص هذا البلد، تخص حضارته واثاره. طيب اليوم احنا بالعراق يجسدوها هيك بمجسمات صغيره. تمام. اليوم احنا ليش ما عندنا هذا الشيء؟ ليش ما نجسد حضارتنا او تراثنا بمجسمات صغيره؟ رغم هي هاي راح نستفاد منها كمورد تجاري.
لا بالعكس انا ما اتفقش بهذا الموضوع. ليش؟ يمكن ما عنديش فكره عن شرع المتنبي، كنا نعرفه هذا على طول امتداده، بدت اليوم المجسمات، بدت حتى ميداليات. بالعكس هسه صار الاهتمام للاثار والتراث، واحنا كمنظمه اصلا نشجع يعني على هذا الموضوع. يعني نشاهد شلون تطور السعر بالقشله. اضافه لهذا الموضوع انه بداخل الهيئه العامه للاثار والتراث انت تدخلين تشوفين اي مجسم يعجبك يقدرون يعملوا لك اياه يعني بالمقابل بمبلغ مادي بسيط وينتهي الموضوع اكو، لكن مو بالحجم اللي انت متوقعته لكن موجود بالمتنبي. طيب شنو رايك بالتطور اللي صاير بالقشله وبشارع المتنبي؟ انا حابه هذا الشيء، مو لكوني اثاريه لكن احنا فعلا بحاجه للنهوض بهذا الواقع. يعني يمكن المحكمه هناك همين سمعنا راح يطوروها ويسووها. نامل ان شاء الله نامل يسووها هذا يعني الشيء. ممكن خيمات رمضانيه، خيمات ممكن مسائيه. هي حاليا اي تصير عند تصير بداخله عفوا امسيات، وفشي حلو نامل ان شاء الله يكون اكثر. زين اكو بعض الامسيات يوم شفتي الامسيات صحيح بس بعدهم منبلشين يعني بقوه. اي مو بقوه انتم اليوم شايفين كل الامسيات اليوم انتم كوزاره الثقافه اليوم راضين على هاي الامسيات اللي تصير بشارع المتنبي اللي دا تكون بها موافقات ما عندنا يعني على انه ما تخرج عن الحد اللي مسموح به. نعم. اكو تعاون بين المنظمات الحكوميه وبين منظمات القطاع الخاص التي تعنى بالاثار. ستي الكريمة أنا ما أقدر أعمم لكن أحكي عن منظمتنا، منظمة دي سودرا. إحنا تمويلنا كله ذاتي يعني بدينا بأربع أشخاص إلى سبعة وبدينا نطور ما شاء الله. إحنا بيناتنا لكن بالتوفيق. كدعم في دول عمرش تسلمين كدعم ما لاقي برأيك كم ولا أكو روح التعاون اللي موجودة. كم منظمة حاليا تعنى بالآثار يعني ويا حضرتكم؟ موجودات لكن ما ماخذين المكان اللي يستحقوه الحيز. أو الحيز نعم نعم, نعم. احنا طبعا نشكرك على وجودك ست نور عبد الستار، نورتينا وان شاء الله يا ربي نشوف اكو اهتمام ان شاء الله يا ربي انه تسترد الاثار من المانيا من باقي الدول. للاسف يعني هذا كله حضارتنا وكلها اثارنا كلها والله يعني قلت لك هالشيء يؤلمنا يعني مو طبعاً. بس كاثار ينبعي هسه حتى انتم بعيدين عن هذا المجال لكن هالشيء فعلا يؤلم لكن نامل ان شاء الله بالقادم حضارتنا هاي تاريخنا وهويتنا ايضا. طبعا شكرا للست ونورتينا. شكرا 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 جزيلا شكرا. طبعا موضوع جدا مهم انغام، موضوع الاثار العراقيه اليوم كل شخص مرات شوف هسه احنا من ننضوج وين نروح؟ عندنا مثلا معلم اثري عفوا يكون مطلوب او بالمستوى المطلوب لحضاره بلاد الوادي الرافدين؟ لا. ملويه السامره شوفيها شلون هسه حاليا متعرضه للتخريب. صحيح ما بها اي اعمار. هسه حاليا انا شايفه يعني بالاونه الاخيره البارحه مثلا اصدقائي بالليل كنا قاعدين بعد الفطور ايش قالوا انه احنا راح نتوجه للقشله. نعم. لانه بصراحه اكو تطور، اكو اجواء رمضانيه حلوه. شارع المتنبي هي مكان حلوة. اثري. صحيح. هي مكان اثري بصراحه، المحكمه الى غيره، فاتحين اماكن انشطه رسم الى غيره، الاستاتشو اللي قالت الميداليات. نعم. التحفيات دي يصنعوها، مسوين اجواء رمضانيه حلوه، زائدا اكو خيمه رمضانيه واعتقد تذكرين انا البارحه حكيت على المدفع والطوب انه راح يسوون بالقشله مدفع وطوب هالاسبوع انه راح يطلقوه اثناء وقت الافطار. هذا الشيء كلش حلو. طبعا طبعا نتمنى الخير لبلدنا وان شاء الله ترجع اوضاعنا مثل قبل، لان احنا مثل ما ذكرنا العراق تعرض لهوايه من التخريب، لهوايه من الاستعمار، لهوايه امور اذت العراق، والحمد لله احنا لحد الان باقين وصامدين على هذا الوضع ومتقبلين هذا الشيء، ونتمنى الاعمار للعراق ان شاء الله يرجع عراقنا الحبيب مثل اول واحسن همين ان شاء الله، يعني بلاد حضاره وادي الرافدين من اهم الحضارات عالميا. انت شوفين هسه هاي المتاحف مالتنا اللي بامريكا وبالمانيا وغيرها وبريطانيا، ليش ما عندهم حضاره مثلنا؟ هي حضارتنا، هي ماخذين حضارتنا خلص. هم يعني ما عندهم حضارات، ما عندهم تاريخ مثلنا مع الاسف. طبعا اكو هم بلدان عربيه هم لها حضارات وتاريخ، طبعا نتمنى ان ترجع او يرجعون قسم من هذه الاثار حتى احنا نقول هم يكون لنا جانب سياحي، جانب سياحي، وهذا الجانب السياحي عفوا راح يطور من مواردنا الاقتصاديه. اذا طبعا رجعت الاثار. نعم. الخاصه بالعراق الحبيب. طبعا هي احلى فقره راح تكون ويانا هسه هي فقرتنا المؤرخ الرمضاني. طبعا مواضيع رمضانيه مهمه
ندخل بيها نرجع عاداتنا وتقاليدنا الرمضانية. أكو أمور إحنا فقدناها بسبب جائحة كورونا، صلة القرابة، تبادل الأطباق، القرقيعان أو المواجينة إحنا نسميها السلات الرمضانية، الجمعات اللي تصير من بعد الفطور وتستمر إلى الصباح، لعب الورق، المحبس، الدومنة. فأكيد إحنا راح نرحب بيه الدكتور خالد الكعبي، يا هلا ومية هلا، مؤرخ بمواضيعنا الرمضانية أكيد اللي ذكرناها. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور حامد، يلا حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بك، ورمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله، وعلى جميع المسلمين ان شاء الله بالخير والموفقين ان شاء الله. اهلا وسهلا بك دكتور حامد الكعبي، منور اكيد استوديو مورنينج لايف. خلينا نحكي على طقوس رمضان اللي احنا للاسف بعضها تندثر وبعضها نعيد احيائها. اليوم طقوس رمضان في العراق عادات مستمره ام تقاليد اندثرت برايك؟ لا، هي ليست يعني تقاليد بالمعنى، لأنها لها جذور مستمدة حتى من التاريخ الإسلامي. يعني مثلا على سبيل المثال اسمه يعني أشهر شيء ما لدينا هو حل ماجينا، هو أصل الفكرة أنه النبي الأعظم وكان عند ولادة وحفيده الحسن في يوم 15 شعبان اسمه، فمن هذا أنه هو جمع أطفال المدينة فوزع الحلوى على أطفال المدينة. يعني أن يقال في التراث أنه في السنة التالية أطفال المدينة تجمعت في نفس المكان وفي نفس اليوم من أجل استلام الحلوى. من هذا انطلقت الفكرة. فبالتالي نحن نعرف أنه الرسول الأعظم كأنه مشرع، أنه كأنما يؤسس لظاهرة الاحتفال في المناسبات السعيدة. إحنا أستاذ بالعراق نسميه ماجينة، أحسنتم، والإمارات حق الليلة يسموه، والسعودية والكويت القرقيعان، قطر القرنقوعة، البحرين القرقاعون. فإحنا هاي هو أقرب تسمية إلى تسمية صحيحة، متمسكين بها يعني القرقعينة، لأنه بسبب أنه أصول التاريخ هي قرة العين. الإنسان عادة لمن يعني عندما يولد له ولد قرة عين، فكان ولادة يعني الإمام الحسن إلى النبي الأعظم هو قرة عين، فوزع الحلوى بهذه المناسبة، فأقرب تسمية حقيقية له هو هذا يعني بالضبط. نعم دكتور. دكتور حامد، اليوم شنو الأجواء الرمضانية؟ شفت شنو الاختلاف بين هسه وبين قبل؟ شنو اللي اختلف أنت بنظرك كمؤرخ؟ يعني أحيانا يعني بصراحة مع الأسف التكنولوجيا لها أثر كبير في إخفاء التراث، ويعني وفي نفس الوقت هي تعمل على قضم التراث شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، يعني بالتالي أن يحتاج لنا يعني وقفة جادة من أجل إعادة إحياء التراث يعني بما يتناسب. حتى يعني مو معناها يعني هي دعوة إلى رفض التكنولوجيا، ولكن كيف نوظف يعني التكنولوجيا في إحياء التراث، هي يعني هاي أو المعضلة الحقيقية، هو ما يتم أو إعادة التراث من خلال بعض الفقرات هنا وهناك. يعني طبعا المسؤولية الكبرى تقع على عاتق وزارة الثقافة المسؤول عن إعادة وإحياء التراث الذي يتناسب مع ذوق الأمة وحالاتها المختلفة جدا. بالتالي يعني ما نحتاج إليه هو يعني هو وقفة مركزية يعني كتخطيط مركزي من قبل وزارة الثقافة والإعلام، ودور النخب يعني سواء النخب الإعلامية أو المثقفة في إحياء هكذا ظواهر من أجل إعادة إحياء هوية الأمة. نعم. خلينا نحكي على المحبس. يتميز رمضان العراق عن الدول الأجمع بالمحابس، إنه إحنا كنا نذكر إنه هي الخاتم هو المحابس اللي هو يتوارث من جيل إلى جيل بصراحة. نعم. دكتور حامد. نعم. هاي اللعبة الرائعة. نعم. الرمضانية التراثية. نعم. انفقدت بسبب جائحة. لا، هي موجودة فعلا. اي بس بالمناطق الشعبية. نعم، بالمناطق امثال الكاظمية العظمية قليل جدا موجودة. بس احنا نتذكر قبل هسه احنا مثلا بالبيت باتك والى غيره. نعم، هذه الكلمات المشهورة. لا، حتى بعض القنوات الثقافية مثل قناة الشرقية او حتى ربما قناة السومرية اللي اتذكر اكو برامج من اجل احياء هذه يعني اللعبة تراثيا. نعم. يعني هو يعني هذا جهد مشكور من اجل اعادة. خلينا نذكر تاريخ المحابس. اذا هو تاريخ المحابس ان لا يوجد تاريخ محدد له. نعم. وفيما يبدو كان هناك عرف قديم قد تطور تدريجيا. صحيح. بحيث الله وتوارد. بالضبط. نعم. لانه احيانا لا يعرف الدقه الزمنيه في نشوء الاحداث. انما بسبب الاعراف المتراكمه تدريجيا على مرور يعني مئات السنين يعني الى ان يترسخ هذا العرف. هي آداب الجلوس. نعم. وحسن التعامل مع الخصم. عندك الاستخدام كلمات واهازيج معينه بالمحبس. في نفس الوقت انه اصلا لا يلعبها الا الاذكياء يعني. نعم. صحيح. خصوصا الشخص الذي يخرج هذا الا ذكي ويتميز بفراسه فراسة حاليا من العلوم التي تدرس يعني حتى في علم يعني الباراسايكولوجي في معرفة يعني أن تصرفات يعني المقابل من حيث الحزن الفرح الغضب يعني هل هو متوتر أم لا، بالتالي كلها تدخل في حسابات. نعم. اسمه الذي يلعب المحيبس. نعم. يعني فبالتالي
أنه يتميز بذكاء. بالإضافة أهم نقطة هو إضفاء الروح الجماعية والتنافس، لأن مشكلة أحيانا كثير من الشعوب لا تملك ثقافة التنافس يعني، وفي نفس الوقت لا تملك ثقافة إحياء مبادرة الروح الجماعية. نحن في حاليا وكثير من الدول تنفق ملايين الدولارات يعني الدولارات على برامج إحياء الروح الجماعية للشعوب من أجل أن تتضامن، من أجل أن تكون موحدة، من أجل أن تكون يعني كأشبه بفكرة الشعائر، هو جمع الشعوب نحو هدف ما. حتى يعني جائزة الفريق كانت كلش حلوة لي بالتالي صينية بقلاوة وعلى سبيل المثال. طبعا في السياقات التاريخية ربما أكو أشياء أخرى، لكن العرف في الكاظمية وفي الجعفر وفي الرحمانية وفي العظمية لحد هذا اليوم هو نفس العرف ترى، يعني لم أرى يعني يتغير لحد هذه اللحظه بصراحه. نعم صحيح. طيب استاذ، هاي بالنسبه احنا حكيناها، احنا نقول هسه ابو الطبل البارحه هم ذكرناه ابو الطبل التكنولوجيا ظلمت اخوه يعني كثيرا هواي ابو الطبل حقيقه. اي يعني مسحرتي قصه صراحه، يعني هو قصه حزينه وفي نفس الوقت يعني لكون احنا التكنولوجيا حاليا في الهاتف ان لديك الساعة والتاريخ لمدة 50 سنة، اللي هو بأي ساعة راح تسحر وبأي ساعة راح تفطر، فبالتالي يعني عملية يعني بصراحة هو عدم حاجة حقيقية له إلا من جانب إحياء التراث، أما الحاجة الحقيقية له لا توجد. اليوم احنا نريد بصراحة من السومرية أنه نعيد إحياء اللبس الرمضاني بصراحة. يعني البارحة مثلا كنا احنا معزومين، فأني يعني هاي السنة اختاريت أنه رمضان يكون لبسي قلابيات إلى عباءات رمضانية إلى بشتات رمضانية. وأيضا الشباب اللي موجودين بأهلي يعني في أهلي أو عائلتي الدشداشة والسترة يعني هذه إلى غيره. أعتقد يعني خطوة جدا موفقة. جداً ليش؟ جميلة. السبب لأنه إحنا بصراحة أمام هجمة هوياتية يعني عجيبة، يعني بصراحة كل ما يوجد لدى يعني خلنا نسميه الطرف الآخر هسه سواء الغرب أو غيره، البخنق يسموه البخنق إيه هو البخنق يعني، فيعني بالتالي هو محاولة يعني إعادة إحياء الهوية يعني اللي أنا أسميها الهوية الملابساتية يعني اللي يعني فهوية جدا مع الأسف يعني حاليا يعني حتى في مناسباتنا الاجتماعية بدينا حتى أطفالنا يعني حتى أطفالنا نهتم حتى أطفالنا نوفر لهم هاي الملابس على سبيل المثال. يعني الزي الغربي أصبح هو الزي الرسمي وفي أحيانا حتى الزي العرفي يعني عدا ما بعض الشواذ، يعني مسؤولية من إحياء هذا التراث، يعني مسؤولية من إحياء الحفاظ على الهوية الملابسية. يعني حضارة وادي يعني الرافدين من الحضارات العريقة جدا، أول حضارة إنسانية أنتجت الأذواق من حيث يعني الملابس الأزياء. لماذا نكون يعني ألا نكون في هذه الحقب، يعني مع الأسف متأخرين جدا في هذا الباب، لماذا ألا نكون نحن المتصدرين في هذا الباب، لماذا نستورد كل شيء من الآخر حتى في ذوقه في ملابسه في طريقة لبسه في طريقة يعني تعامله مع الأشياء. مع الأسف يعني أكبر مشكلة تواجهنا هو فقدان الهوية في كل شيء، سواء حتى في المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ومن ضمنه في الذوق الثقافي اللي هو مثلا اللبس وغيره. نعم نعم. بالتالي وأكبر دليل هو أنه إحنا نحتاج هذا اللبس بينما يفترض أن نلبس الزي اللي يناسب ثقافتنا وعاداتنا. زي البغدادي العراقي. طبعا كثير عندنا هواية من الأزياء، إحنا كل محافظة لها زيها اللي يناسبها الخاص بالفعل. وإحنا نشوف باقي المحافظات يعني مو بغداد عاصمتنا بغداد، المحافظات الأخرى أنا أشوفها ملتزمين بالزي بشهر رمضان، يلتزمون بلخص في المناطق اللي غير بغداد يعني تميل في المحافظات تقسمها قسمين السنتر والأطراف، يعني الأطراف هي التي تميل أكثر إلى التمسك يعني ليس بالضروره بدويه، يعني احيانا حتى في المناطق الريفيه يعني اي صحيح او الريفيه اعتقد انا جدا اسفه. خلينا نحكي على العادات والتقاليد، انه هسه بصراحه بدك تنحي محلات الاكسسوارات مالت الاكسسوارات الهوم او مستلزمات المنزل، دا يجيبون الفوانيس السلات اللي هي بصراحه الخزف او من سعف النخيل. نعم نعم. الخوص اللي تنخلى بيها اصلا هو الماجينه اصلا يعني هسه احنا نسويها ركن بالبيت، كل بيت عراقي هسه يسوون ركن تقريبا ركن رمضان نحييها. نعم. احنا هاي الظاهره بصراحه لنرجع جيد جدا يعني جيد جدا يعني انا يعني اقول حتى مسؤوليه المؤسسه الدينيه كونها مسؤول يعني المؤسسه الدينيه نوعا ما هي مهتمه بفكره احياء ذكرى ولاده الامام الحسن، فهو هذا يعني العرف اسمه قد تاسس على هذا يعني الاساس الديني، فلماذا لا يستمر اصلا دعمه يعني. نعم. بالتالي نعم نعم. دكتور حامد الكعبي طبعا باحث ومؤرخ تاريخي، شكرا لك ونورتنا اليوم. شكرا جزيلا حياك شكرا الله. شكرا لك. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك.
انتهينا اليوم المواضيع الرمضانية. طبعا موضوع رمضان كلش حلو، أجواء أو ملابس أجواء. يعني إحنا اليوم صراحة من مورنينج لايف إنه نحاول إنه نرجع بعض الأجواء، بعض العادات والتقاليد الخاصة برمضان. خلينا اليوم إحنا عندنا اتصال بسكايب مع إحدى المحلات الملابس. ويانا الأخ إذا تسمح لي. ألو ألو تسمعنا؟ ألو أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. اليوم راح نحكي على ظاهره او كيف حال الاسواق الخاصه بالملابس الصيفيه، شلون اقبال الناس بصراحه. اليوم احنا بدنا نشوفه حاليا بالشاشه. الاخ يعني منو الاخ حيدر. يا هلا وميت هلا بيك استاذ حيدر، منورنا فيك اكثر، شرفتينا. ورمضان كريم. رمضان مبارك عليك، عساكم من عوالي ان شاء الله. اليوم خلينا نحكي على عالم السوق الخاص بالملابس مع تدهور الدولار وتدهور الدينار العراقي، اللي احنا بصراحه او اللي انتم بصراحه سوري كلش تعرضتوا الى تعب، غلاء الاسعار، ممكن حتى عدم اقبال الناس بسبب غلاء الاسعار. فاليوم احكي لنا على هذه المعاناه اللي انتم تعرضتوا لها بما انه انتم عندكم محل ملابس. شكرا جزيلا لك وضيفتك العزيزه، وان شاء الله يا رب رمضان مبارك عليكم. رمضان مبارك. والله هو الغلاء بعد مع صعود الدولار، يعني صار القوه الشرائيه خفت بالبلد. نعم. كل شيء مو بس بالملابس، كل شيء هي خفت، هي الوضع. لكن الحمد لله هستنا شويه الشباب بالتخرجات بالجامعات. صارت سنتين تعرفي ماكو تخرجات بسبب الفيروس اللعين كورونا. صحيح. لكن نعم هذا صحيح. السبب الحمد لله وشكر الله شيء اخواني من هذا المرض اللعين، يعني صار اقبال جيد من قبل الطلاب والطالبات. نعم. والنفس والكشفه. نعم. والجمال. نعم. لان تعرفي صار هم 3 سنين ماكو حفلات تخرج، لكن هسه الحمد لله والشكر بفضل الله وشافونا من هذا المرض الخبيث اللعين. والله يكفيكم شر ان شاء الله يا رب. فصار اقبال يعني حلو شويه على الملابس، افضل يكون. نعم. اكو موديلات بسنات حلوه وموديلات كذا، يعني كانت اكو شويه اقبال افضل. استاذ حيدر، استاذ حيدر ذكرت هسه انت خريجين، الطلاب الخريجين، ليش اغلب الطلاب الخريجين عفوا يجون دائما يختارون اللون الاسود، البدلات اللون الاسود، ليش يختارون هذا اللون بالذات؟ دائما هو اللون الاسود يكون يعني اللون الداكن والاجمل واللون الافضل. صح. واللون اللي يجذب جماليه اكثر. من لبس. نعم. السواد سبى العباد. صحيح حيدر. الو تسمعني؟ نعم ما اسمع. من لبس السواد سبى العباد. اي صح. أي صح. صحيح. خلينا نحكي على المودة. حيدر خلينا نحكي على المودة. نعم. خلينا نحكي على المودة، صيحات الموده اللي دا تنزل هسه حاليا. وين وصلت صيحه الموده عند السوق الصيفي الرجالي او الملابس الصيفيه الرجاليه؟ هسه الموده بالنسبه للبدله يعني يكون هسه الموديل كله الايطالي. نعم. اللي ياخ عريضه هسه الموديل الجديد. حلو. يعني هو بيصير سرعه وين اكثر شيء. نعم. يعني هواي موديلات نزلت، الموديل الفرنسي. نعم. نزل موديل الايطالي، هسه ينزل موديل الاسباني. انا برايي الموده يعني اذا تسمعني، انا برايي الموده هسه مدى توقف على شيء، على نمط معين. الموده لا. صارت كل شيء. صح. هو هسه الخمسينات الى الستينات الى الابر يعني. شكرا. نعم. جزيلا حيدر. كل شيء كل شخص الا يحب يلبس في الموده بالطريقه. شكرا لك حيدر. شكرا لك حيدر. شكرا. طبعا الموضه عالم. طبعا اليوم احنا نشكر كل ضيوفنا، كفوا وفوا بصراحه. اليوم احنا هدف مورنينج لايف انه نوصل الى نتائج تكون مرضيه لنا، مرضيه للمواضيع اللي ذكرناها. واحيانا واهم شيء انه انا بصراحه فقرتي المفضله جدا هي المؤرخ بمواضيع رمضان، بما انه احنا هدفنا رمضان انه نعيد احياء العادات الرمضانيه. شكرا جماعه. شكرا لك انغام. شكرا لكم متابعينا. انتظرونا باكر بحلقه جديده ومواضيع جديده. الى اللقاء.